بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الثامن كأس أم الحول للخيل المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر بمشاركة 7 تجيات في هذا الشوط، الشوط الختامي على المضمار الرملي في نادي سباقي والفروسية ألوري في الصدارة وسلالة شمرتل مع الخيال فالح بغنين بالشعار العنابي للمدرب والمالك السيد عبد العزيز الكثيري إلى المركز الأول والصدارة. الترشيحات أيضا مع إزداد رايت في المركز الثاني رقم 4 جيبي كامبر، ومحاولة قوية أيضا من الجهة الداخلية مع السادة مربط إنجاز والمدرب جاسم الغزالي، من الجهة الخارجية بشعار السيد خليفة بن شعيل الكواري ريزيك ويفز والخيال ماركو كازامينتو. الجيادة عند الانعطاف الأخير ولازلنا نتابع منافسة قوية بين 3 جياد، ألوري في المركز الأول والصدارة من وسط الجياد، محاولة قوية من ريستنج ويفز من الجهة الخارجية، متابعة أيضا من البقية الباقية، ريستنج ويفز إلى المركز الأول والصدارة مع ماركو كازامينتو بشعار السيد خليفة بن شعيل الكواري، أيضا أسلي هول محاولة قوية مع المعتصم البلوشي السيد خليفة بن شعيل الكواري إلى المركز الأول إلى المركز الثاني، هم يصولون ويجولون في كأس أم الحول. إذن ألف مبروك تهانينا لهذا الشعار للسيد خليفة بن شعيل الكواري. النتيجة النهائية ورسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة لهذا الشوط كأس أم الحول، الصدر والمركز الأول لرقم 5 ريسنج ويفز، المدرب محمد جاسم الغزالي ملك السيد خليفة بن شعيل الكواري والخيال ماركو كازامينتو. ثاني المراكز لرقم 2 أستلي هول للمدرب جاسم الغزالي ملك السيد خليفة بن شعيل الكواري والخيال معتصم البلوشي. المركز الثالث لرقم 3 كريستيفانو ألوري المدرب المالك السيد عبد العزيز علي الكثيري والخيال فالح بغنيم. المركز الرابع لرقم 7 فيكتوري لوريل المدرب المالك السيد إبراهيم سعيد المالكي والخيال أنس السيابي. وأخيرا المركز الخامس لرقم 6 ثورندياك المدرب عبد اللطيف سعد المسلماني ملك الدكتور ابتسام عبد اللطيف سعد المسلماني والخيال جيمي كوين. ألف مبروك تهنينا للفائزين في كأس أم الحول وفي جميع أشواط هذا المساء، نبارك لهم حظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ.